نقدم اليوم، بسم الله، السلام عليكم. اليوم راح نقدم بحث علمي رائع جدا عن داء القطط، مرض داء القطط. اليوم راح نشرح هذا الداء، وهو داء يعني أقوى من المرض، ويوصف على أنه داء لأنه علاجه صعب جدا. لو بحثنا، نعطي مقدمة بالأول، مقدمة صغيرة، ثم نعطي المقدمة الأساسية. المقدمة الصغيرة اللي للولوج إلى المقدمة الرئيسية، نقول بأنه يوجد كثير من المواقع العربية ومن الناس الذين تكلموا عشوائيا عن علاجات لداء القطط، وكثير منهم تكلموا عنها بطريقة غير صحيحة وغير علمية وبعيدة كل البعد عن الأمر. اليوم نريد أن نعرف الناطقين والناطقات باللغة العربية عن داء القطط، هذا الداء الخطير جدا والذي كثير من الناس يستهترون به. 60 مليون إنسان في الولايات المتحدة الأمريكية في آخر إحصائية يحملون داء القطط. 60 مليون إنسان بالولايات المتحدة الأمريكية عندهم داء القطط، وكثير جدا منهم ظهرت عليهم الأعراض الحقيقية. عندنا شيء اسمه داء المقوسات. داء المقوسات السبب الرئيسي للوفاة في كثير من داء المقوسات، يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات عندما لا نعالج داء المقوسات. داء المقوسات هو عبارة عن طفيليات تعيش في الإنسان أو في الحيوانات وتنتقل الإنسان، وقد تسبب له الموت. من ضمن تلك الأشياء داء القطط. داء القطط اسمه توكسوبلازما جوندي. وفي ناس بيسموه توكسوبلازما، في ناس بينادوه تي جوندي، في ناس بينادوه اختصارا توكسو. إذن التوكسوبلازما جوندي أو داء القطط. لما نسمع كلمة توكسوبلازما جوندي معناه داء القطط. شو هذا داء القطط؟ كيف بيصير؟ أولا قلنا بأن هناك 5 أنواع رئيسية من هذه الطفيليات، وعلى رأسه داء القطط أو اللي اسمه توكسوبلازما جوندي. كيف بيحصل هذا الأمر؟ هذا الأمر عبارة عن طفيلي. عبارة عن إيش؟ طفيلي، مش جرثوم ولا فيروس ولا بكتيريا، طفيلي. طفيلي بتطفل على الجسم مثل الدود، بتطفل على الجسم. هذا موجود بالطبيعة، فبتاكلوا القطط. القطط بتاكلوا. لما تاكلوا القطط بينزل مع الوسخة، لما توسخ بينزل مع وسخها. فلما توسخ على أكل أو مزروعات أو خس أو نعنع أو أكل أو شجر، وينزل فيه والروح ماكلين، وإحنا نصاب بداء القطط. المشكلة أن هذا الداء يؤثر بالنساء جدا جدا، يؤثر بالنساء جدا جدا. ليش؟ لأنه المرأة بس تصاب به ما عاد تحمل. ليش؟ لأنه بسبب لها إجهاض إجبار، فكل ما تحمل بتجهد، كل ما تحمل بتجهد، ما بيخلي الحمل يتم، وهون مصدر خطورته. له أشياء أعراض أخرى سنتداولها في هذا البحث الطبي العلمي الأمريكي الرائع جدا جدا. ابنتي العزيزة، أختي الكريمة، داء المقوسات ممكن يصل للرحم وينغص عليك حياتك جدا جدا. كثير من الناس يستهترون، يربون القطط ويستهترون.
كثير من الناس يربون كلاب ويستهترون. سين سؤال جيم جواب. إذا الإنسان أكل هذا أكل أكل ملوث ببراز قطة فيه داء القطط، داء القطط هذا لما تأكل القطة الطفيلة بينزل بأمعائها، بينزل مع وسخة، بينزل على أكل على الأكل، بينزل على الأرض، بيلمس البنت الصغيرة، بيلمس الولد، بيعشعش بطنه، بيعشعش بطنك أنت البنت أو المتزوجة أو غير متزوجة، الرجل أنثى أي إنسان بيدخل فيه. طيب لو إجي كلب، حاشاكم حاشاكم حاشاكم، لو إجي كلب وأكل لحمة ملوثة بداء القطط بهالطفيلي هذا، يعني قطة أو قط ومعه داء القطط ووسخ ونزل على الأرض ولامس لحمة أو عظمة أو أكل معين وأكله كلب، فهل يصاب بداء القطط؟ نعم. وهل تظهر عليه أعراض مثل البشر؟ نعم، تعرض تظهر على الكلب وعلى الحيوانات وعلى أي حيوان، حتى الأرنب، حتى أي شيء، حتى أي شيء تظهر عليه. أغلب الحيوانات إذا أكل، أغلب الحيوانات إذا أكلت أكل فيه ملوث بداء القطط يصيبها مثل المرأة، مثل الإنسان، مثل الرجل، مثل الإنسان. شو أعراضه؟ أولا يبدأ بحمى، حمى قشعريرة، بعدين تعب، يصير تعب تعب تعب، بعدين آلام بالجسم، بعدين صداع بالرأس، بعدين بصير يصيبه تضخم بالغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية، بصير الغدد الليمفاوية اللي حوالي الفخذين برأس صير تتورم تنتفخ، فتبدأ العملية تظهر واضحة، بصير جهاز المناعة ضعيف. ممكن يصير أقوى فيصيب المريضة ارتباك، يصيبها ضعف بالتنسيق، ما عاد تقدر تنسق الأمور، بصيبها طفح جلدي، بصيبها تشويش بالعين، ما عاد تشوف بشكل كويس، وتبدأ الحمل يصير يتجهد، وتبدأ الأعراض تظهر بشكل واضح جدا جدا. طيب إذا كانت واحدة حامل، واحدة حامل وأثناء الحمل أصيبت بداء القطط، شو بصير بالجنين؟ الجنين بصيبه نوبات اهتزاز وارتعاش، بصيبه أبو صفار يرقان، بصيبه تضخم بالكبد، بصيبه طفح جلدي، الاطحال بيتضخم، عيونه بعفن بسرعة، هو الجنين ببطن أمه عيونه بعفن. فشوفوا قديش المرض خطير إلى حد لا يمكن تصور. طيب لما القطة أو الكلب أو حيوان يصاب بداء القطط شو بصيبه؟ يعني مثلا عنده قطة وفيه داء القطط، شو العلامات الموجودة بالقطة؟ خمول، الحيوان دايما كئيب نحيف، دايما بيرتعش عليه حمى، مشاكل بالتنفس، هزات، ضعف العضلات، شلل جزئي أو كامل، قيء، إسهال، وجع بالبطن، يرقان، فقدان شهية، التهاب بالعيون، بصيب الحيوان هذه الأشياء. إذن الأمر ليس بالسهل كما نتصور. الآن لو ذهبنا إلى المواقع العربية والمطبرين والمزمرين نجد أن الغالبية الساحقة من هؤلاء تناول الموضوع من اتجاه تجاري لحصد مشاهدات على يوتيوب أو لكسب مشاهدين على مواقعهم. نحن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر، ونحن نسلم أمرنا لله ونعرف بأنه في جنة وفي نار، ولا يمكن نغش أي إنسان إن شاء الله تعالى، ولا نريد جزاء ولا شكورا، إحنا تجارتنا مع الله، فمن أحبنا نقول له أحببك الذي أحببتنا فيه، ومن وضع لنا لايك نقول له جزاك الله خير، ولا نجبر الناس على شيء، لا معاذ الله، لا نجبر أحد، ولا نريد منكم إلا دعواتكم، أهم شيء عندنا لمن ترغب لمن يرغب. بنتي العزيزة، ابني العزيز، أخي الكريم، أختي الكريمة،
نريد أن ننوه إلى أن موضوع العلاج، علاج داء القطط، هو كيميائي وعشبي. نحن العلاج الكيماوي، يعني لو رحت على طبيب ومعاك داء قطط، لو يعني نفترض واحدة لا قدر الله، أو واحد أو إنسان عنده داء قطط وراح على دكتور أو بروفيسور أمريكي محترف أو فرنسي أو ألماني محترف وفحصك ووجد عندك داء القطط، وجد عندك داء القطط، شو راح يعطيك؟ راح يعطيك دواء اسمه سلفادييازين ودواء اسمه بيريماثيامين. هذه الأدوية الرئيسية اللي راح يعطيها لك. هل هذه الأدوية تشفي؟ الحقيقة أن هذه الأدوية قد تشفي وقد لا تشفي، زائد بأن لها أعراض جانبية كثيرة جدا جدا، وبعض منها ترتقي إلى درجة الخطورة. هل يوجد علاج بالأعشاب؟ الحقيقة أننا كل الذين يتكلمون عن علاجات عشبية هنا وهناك بالدول العربية هم ناس هدفهم الرئيسي أغلبهم تجاري أو اجتهاد أو تجارب لا نعرف مصداقيتها. نريد اليوم أن نقول بأنه بالطب الأعشاب الأمريكي يبدأون بعلاج المريضة المصابة بداء القطط بما يلي: واحد، يطلبون من المريضة المصابة بداء القطط أن تأكل حمض الفوليك. تأكل إيش؟ الأكل اللي فيه حمض الفوليك، أو تروح على الفارماسي على الصيدلية تشتري تجيب حبوب حمض الفوليك، أو تطلبها من الدكتورة وتأكل حمض الفوليك. حمض الفوليك مهم جدا جدا في علاج داء القطط. إذن الطب البديل الأمريكي والطب التقليدي والطب الغير تقليدي يطلب من مريض داء القطط ورقم واحد إنه تأكل إيش؟ تشرب حبوب أو أكل فيه حمض الفوليك كميات جيدة. ليش؟ لأنه مهم جدا جدا في علاج هذا الأمر. وحتى لو أخذت بيريماثيامين أو سلفادييازين يجب أن تأخذ حمض الفوليك معه، يجب أن تأخذ حمض الفوليك معه. الطب الأعشاب الأمريكي، لو جبنا واحدة مريضة بداء القطط ورحنا فيها إلى عالم بطب الأعشاب بأمريكا وقلنا له هالمرأة أو هالبنت أو هالطفلة أو هالطفل أو هالإنسان معه داء قطط، شو راح يعطي؟ راح يعطي ما يلي. قلنا له بدنا تعطينا أعشاب. ليه؟ مش دواء، أعشاب. شو الأعشاب اللي راح تعطيها لمريض داء القطط؟ راح يعطيها أول شيء حمض الفوليك والأكل اللي فيه حمض الفوليك، سبق وعملنا فيديو عن حمض الفوليك. اثنين، سيطلب منها توقف السكر نهائيا. راح يطلب منها ماذا؟ توقف السكر مباشرة، كافة أنواع السكر. إذن واحد، تأخذ حمض الفوليك. اثنين، توقف كافة أنواع السكر أيا كانت ومهما كانت، صحية أو غير صحية، ممنوعة نهائيا. ثلاثة، إذا كانت بتشرب كحول ممنوع تشرب الكحول نهائيا. ممنوع تأكل لحم خنزير، ممنوع تأكل القمح، ممنوع تأكل القمح أو تخفف القمح جدا، يعني الخبز اللي فيه قمح تخففه جدا جدا. يطلبون منها أن تأكل كميات كبيرة من بزر اليقطين، بزر اليقطين بدون تحميص. إذن سيطلبون منها أنها تأكل إيش؟ بذور اليقطين بدون تحميص. راح يطلبوا منها تأكل زنجبيل، كل ما تشرب شاي تحط زنجبيل، كل ما تشرب شاي تحط زنجبيل. سيطلبوا منها تأكل ثوم، كل ما عمل السلطة تحط ثوم، كل ما طبخت تحط ثوم. سيطلبوا منها تأكل فجل، كميات كبيرة من الفجل. سيطلبوا منها تأكل اللوز، سيطلبوا منها تأكل
أعشاب البحر، سيطلبون منها تأكل بصل، كميات كبيرة من البصل، كميات كبيرة من الثوم، كميات كبيرة من البصل، كميات كبيرة من الفجل، كميات كبيرة من الزنجبيل، كميات كبيرة من بذور اليقطين النيء، كميات كبيرة من الرمان، كميات كبيرة من الجزر، كميات كبيرة من الليمون الحامض الأصفر، كميات كبيرة من البرتقال البرتقالي، كميات كبيرة من الأناناس، كميات كبيرة من الملفوف، كميات كبيرة من الشاي. نمر اثنين، سيطلبون منها أن تشرب عشبة الشيح، عشبة الشيح. مريضة داء القطط يطلبون منها أن تأكل الشيح لأنه فيه مادة اسمها أرتيميسينين، أرتيميسينين، وهذا علاج قوي جدا ضد الملاريا وضد السلالات المقاومة للأدوية، ويستخدم بنفس الوقت ضد هذا الطفيلي داء القطط بشكل فعال. إذا نمرة ثلاثة أربعة راح يطلبوا منها تأكل تشرب الشيح، نبات الشيح. ليش؟ لأنه فيه مادة بتقتل هذا الطفيلي إلى حد كبير إن شاء الله تعالى. راح يطلبوا منها تأخذ البربارين، مادة اسمها بربارين، قلوي نباتي طبيعي. هذا البربارين، مادة البربارين، وأي أكل أي شيء فيه بربارين، هذه المادة لديها قدرة على عمل شلل لداء القطط، بتشل شلل لداء القطط مثل الشيح، مثل الشيح. المادة اللي بعدها وستتفاجؤون بأنها موجودة بالبيت، جوزة الطيب، جوزة الطيب، جوزة الطيب أو جوز الطيب، أحد المواد المهمة جدا، ولكنهم يطلبون شرب زيت جوزة الطيب، قطرات خفيفة جدا تحت إشراف طبي، قطرات خفيفة تخلط مع السلطة قطرتين ثلاثة مع كذا، ها، أو تأكلي تحت إشراف طبي، أو الأفضل بدون إشراف طبي ممكن تأكلي جوزة الطيب مع الطبخ مع الأكل، أفضل بيتك، يعني بعيد عن مخاطر الزيت. إذا جوزة الطيب هي المادة المهمة جدا لعلاج داء القطط. انتبه، المادة رقم خمسة الزعتر. الزعتر مهم جدا جدا في علاج داء القطط. بيقولوا بأنه إذا 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 داء القطط هذا وصل للدماغ، اللي بيشرب زعتر ومعه داء قطط وصل للدماغ مثلا أو وصل لأجزاء خطيرة بالجسم، بيقتل الخراجات الدمامل اللي عملها هذا الطفيلي. إذا الزعتر مادة مهمة جدا، وخصوصا الزعتر البري اللي مش زارعينه زراعة البري، خاصة البري، وإذا ما في ناخذ الزعتر العادي سواء طازج أو يابس، طبعا الطازج أقوى بكثير من اليابس. الدواء اللي بعده زيت نبات اسمه بورسيكوم، وهناك زيوت أخرى ولكن للأسف نادر جدا وغير معروفة بالوطن العربي، ولذلك حتى بأوروبا نادرة ولا نريد أن نذكرها. هناك
الأوراق اللي لونها بنفسجي، يعني الأوراق الخضراء اللي لونها فيه بنفسجي، خطوط بنفسجية. هذه مهمة جدا جدا، ويجب أن يأكلها الإنسان اللي ما وده قطط. الرمان مهم جدا في علاج داء القطط. أختي الكريمة، بنتي العزيزة، أخي الكريم، أخي الحبيب، ابني عزيزي، هذا هو الكلام الذي يتكلم فيه طب الأعشاب بأمريكا، والمعتمد عند الغالبية الساحقة لعلاج داء القطط. خلاف ذلك لا نعرف من أين يأتون به، خلاف ذلك ما بنعرف منين بيجيبوه. اللي بده الطب الأعشاب الأمريكي هذا لعلاج داء القطط، هذا علاجهم، هذا العلاج اللي بيوصفه. خلاف ذلك ما في عندهم شيء ثاني. ذكرنا الأدوية الكيماوية وذكرنا الأدوية العشبية، قلنا كذا 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 بالتفصيل شو هو الأكل اللي بيساعد، وقلنا بأن الشيح مهم جدا جدا، وجوزة الطيب مهمة جدا جدا، والزعتر مهم جدا جدا، ومادة البربرين أي أكل فيه بربرين مهم جدا جدا، وقلنا البصل مهم جدا جدا، والثوم مهم جدا جدا، وذكرنا الجزار، وذكرنا الليمون الحامض، وذكرنا الأناناس، ولكن بالدرجة الأولى الشيح وجوزة الطيب والزعتر ومادة البربرين، ها هي أقوى شيء في نسف داء القطط. هذا العلم وهذا المصداقية وهذه البحوث العلمية الصحيحة، خلاف ذلك هو ناس بدها مشاهدات على يوتيوب، بدها دولار، بدها نص دولار، الزوم فون ما فيه. هذا العلم، هذا الطب، هذا الشغل الصح، خلاف ذلك ما فيه. هذا الـ 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 الآخر ما توصل إليه العلم، وأحدث شيء وأفضل شيء قيل في علاج داء القطط. سين سؤال، هل يوجد في العالم علاجات لداء القطط دول أخرى؟ هل حقيقة أنني رجل طالب علم وأبحث وأترجم وأحضر محاضرات وألقي دروس في 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 كثير من الجروبات والمواقع وأشياء كثيرة منتمي إليها، ها الحقيقة أن كل ما نشاهده يعني 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 العشابين والعشابات بالدول الأخرى، أغلب اللي بيستخدموه حقيقة هو الشيح والبصل والثوم ويعني الأشياء اللي ذكرناها، ولكن الأمريكيين يعالجون بجوزة الطيب أيضا، ويعالجون بالزعتر، ونحن لا نعالج بهذه الأشياء. وأفضل علاج في العالم مع هذه العلاجات بإذن الله اللجوء إلى الله وتقوى الله والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والصدقات ومساعدة الفقراء ومساعدة الأيتام والمسح على رؤوس الأيتام وزيارة الأرامل والتصدق وعمل الخير وعمل كل شيء طيب. أبو عبد العزيز العشاب كان معكم، قدمنا بحثا طبيا علميا أمريكيا نظيفا جدا ورائعا جدا عن العلاجات الحقيقية لداء القطط بالمنزل وبدون زيطة وزنبليطة، وبدون هذا، مع مساعدة طبية بإشراف طبي. يعني ممكن تطبقي هذه العلاجات مع الأدوية اللي بيعطيها لك الطبيب. روحي على الطبيب خليه يعطيك الدواء، خذي الدواء مع الدواء اللي بيعطيك إياه، خذي هذه الأعشاب، إن شاء الله تعالى ستشفي بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم الشفاء. إذن مع أدوية الطبيب خذي هذه العلاجات بعد مناقش، يعني كلمة الطبيب قولي له أنا بدي أخذ شيح، بدي أخذ جوز الطيب، بدي أخذ زعتر، بدي أكل ثوم، بدي أكل بصل، بدي أكل جزر، بدي أكل أناناس، مع علاجك مسموح لي، شاوري معه، فهمي واشرحي له شو الوضع. أبو عبد العزيز كان معكم العشاب، شكرا، ميرسي.